سؤال يقول: ما رأيكم في التعرف على الطرف الآخر عن طريق الموبايل والإنترنت؟ لا، الموبايل والإنترنت والارتباط عبر النت والمفاكهة مع الفتاة، هذه أمور تدخلك في داهية، هذه الأمور مهالك. أنت تعرف على البنية، بعدين تعرف على 20 وحدة، وتريد تتزوج 20 وحدة، تريد تتزوج وحدة فقط، فكيف تتفكه وتتحدث مع مجموعة من البنات والله أريد ممكن أتزوج؟ اترك الأمر لوالديك، يختارون لك زوجة صالحة، لكن ليس بدون إرادتك، مع إرادتك. يعني الدخول في هذا المنحى ليس صحيحا، أن تدخل في هذا المجال، تدخل في مجال الإنترنت للتعرف على الفتيات والتعرف على النساء، أو البنات يدخلن في الإنترنت ويتعرفن على الرجال. لنا صديق من المؤمنين كبير في السن، ربما عمره 70 عام، كان يكتب مقالات في الإنترنت. يقول: إحدى البنات كتبت لي رسالة: أريد أن أتزوجك. يقول: قلت: من أنا؟ قالت: لا أعرف، لكن مقالاتك جميلة. قلت لها: يا هذه أنا عندي أحفاد، أنا رجل كبير في السن. يعني ما يصير الإنسان يختار البنية زوجته من الإنترنت، هذا مثل في الواحد يختار زوجته من الشارع، يعني بمجرد ما رآها بالشارع وقع بالبير، بير الحب، وقع في الحب. هذه أمور اتركوها، ابتعدوا عنها، لأنها من أحابيل إبليس.